صباح النور. كيفك اليوم؟ مرتك جوا. شو؟ مرتي جوا؟ معناتها صمام الأمان انفجر. شو؟ صمامة مو صمارك. هذا أنت؟ يي؟ شو عم تعملي هون؟ جاي أشرب فنجان القهوة مع زوجي. بس أنا شربان قهوتي. وين؟ مو ضروري تعرفي. سر؟ لا مو سر، بس يعني ما بيكفي انه حضرتك امبارح سكرتي الباب بخلقتي ونيمتيني برات البيت. ليش ما قال لك ابوك انه مفتح الباب؟ قومي عن كرسي. ليش بقى؟ خلص قومي. طيب قوم بالزاوية لحدا يقعد عليه. قومي. لا تتزاور شرف فقعه. انا ما شفته لابي. على كل انا جاي لعندك مشان اقول لك انه امبارح ظلمتك وجاي اتاكد. من شو بدك تأكدي؟ انت مو قلت لي انه رفيقك جاب لي هدية؟ بلا. شو هي؟ قنينة ريحة. وينها؟ تحت بالسيارة. ايه معناتها لازم تشكروا لرفيقك، ما بيصير هيك، لازم تشكروا. يعني لازم ومو لازم، لأني أنا تشكرته عنك. حتى لو كان ما بيصير لازم أنا أتشكره بنفسي، شو رقمه؟ 3 6 6 6 6. كمان 3 6 6 6 6، لهون الستات لحقيني يعني؟ بايخة. خذ صبي عليه بعدين خليني احكي انا معه. بعدي هيك. الو، مرحبا بسمراء. يا لحتاوه بلهنيك. ايه خلص لا تنزعج مني، بعرف فيقتك بكير. شو بس شو بدي اسوي اخ؟ لا والله بس في مرتي هنا بدها تتشكرك على الهديه. الو، مرحبا استاذ سمير. انا حابه اتشكرك كثير على الهديه. حلوه بس ريحتها بتجنن. بس تعرف عدباني عليك لأنك ما جيت شربت فنجان قهوة بعد ما خلصتوا عشاء. ليش لأي ساعة ضليتوا؟ لأنه لما رجع جميل كنت نايمة ما شفته. 12:30 با رجعتوا على بكير. ايه معك حق، خيره بغيره. بكرة بس يرجع جميل من حمص بطبخ لك كبة بلبنية اللي بتحبها. ايه تكرم عينك. لحظة شوي بده يحكي معك. ايه يا بسمرة. ايه رايي على حمص. لا عندي مهمة. خلاص بنسهر سوا بس ارجع ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. لا تواخذني فيقت اخي التواب لهنيك. ايه الله معك، مع السلامه. انا اسفه. على شو؟ خلاص قلت لك اسفه. معقول لك انه معقول تشكي فيه وتغاري علي لدرجه انه سمير تساوي سهير؟ بعدين انا وعدتك امبارح ارجع الساعه 10 على البيت. شو في اذا عدت؟ ليه عم تبوسي هيك؟ بتعرف احكي؟ طيب شو فيها زعت مع رفقاتي وتأخرنا شوي؟ يعني بتقفلي الباب من جوا؟ بتنيميني برات البيت؟ خلص جميل شبك؟ قلت لك أنا آسفة. بعدين أنت مو دائما كنت تقلي إنه بدك يعني غار عليك وأهتم فيك؟ هاي عم غار عليك وعم بهتم فيك، ليش زعلان؟ انبسط جميل شبك جميل؟ هو صحيح أنا بنبسط لما بتسأليني وين رحت وين إجيت ومع مين كنت قاعد، بس مو هيك يعني تنيميني برات البيت. خلص بقى فهمنا. قلي هلا لشوف وين نمت امبارح؟ بالاوتيل. مع مين؟ رجعنا. اي جميل، هو سؤال واحد. سهير كانت معك؟ لك مين هي سهير؟ اطمني، ما بعرف واحدة اسمها سهير. ارتحتي؟ ارتحت، معناتها انا اليوم عزمتك على الغداء. لك شبكي رح اقلب انا. ومن لك هالكرم الفجائي الذي هبط عليكي، طول عمرك كحتي وتقولي لي معاشي ما بيكفي. انا هيك بحكي. ايه افضل جمعية. يا حبيبي معناتها بكره بتصرفيهم وبتجي بتقولي لي جميل ناولني لازم ادفع الجمعيه ديني. وين بدي سجل لك الدينات؟ على لوح البوظ. على لوح البوظ. سجل يا لوح البوظ اذا بقي فيك محل تسجل. يا هلا بتسمعك مسكرتيره.